المرجو الانضمام إلى قناة مفتاح الحياة بالضغط على زر الاشتراك الأحمر. إذا أردتم التوصل بالفيديوهات فور وضعها على اليوتيوب، ولا تنسوا الضغط على لايك لتشجيعنا والضغط على شير إذا أردتم مشاركته مع أصدقائكم. السلام عليكم متابعينا الكرام، أتمنى أن تكونوا بخير وفي حالة جيدة. اليوم سأقدم لكم وصفة أخرى لعلاج القشرة. سبق ووضعت وصفة للتخلص من القشرة باستعمال القراص أو نبتة القراص، وكذلك أعطيتكم حيلة وهي عبارة عن وضع عصير البرتقال بإضافته إلى الشامبو للتخلص من القشرة. اليوم سنحاول أن نصنع شامبو طبيعي نوعا ما إن شئنا أن نقول، بما أني سأستعمل شامبو أطفال جاهز سأضيف إليه بعض المكونات الطبيعية حتى نحصل على شامبو مضاد للقشرة. إذن لنمر إلى طريقة تحضير الوصفة. لعمل الوصفة سنحتاج إلى قشور الليمون الحامض، وسنحتاج إلى قشور البرتقال، سنحتاج أيضا إلى كأس من الماء، وإلى ملعقتين كبيرتين من شامبو الأطفال. أنا اخترت شامبو جونسون بيبي، ممكنكم اعتماد نوع آخر من الشامبو. إذن الخطوة الأولى في تحضير هذا الشامبو هي يعني سنضع قشور البرتقال وقشور الليمون الحامض مع إضافة كأس من الماء، سنضعها تغلي جيدا حتى تصير في كمية النصف. وضعنا كأس سيصير نصف كأس. إذن كما تلاحظون قمت بغلي المكونات مع الماء حتى صار يعني تقريبا نصف الكمية، كمية الماء التي وضعت. سأتركها تبرد قليلا وبعد ذلك سأقوم بتصفيتها. إذن سأستخلص الماء فقط. إذن بعد أن برد هذا المحلول سأقوم الآن بإضافة ملعقتين من شامبو الأطفال. إذن شامبو الأطفال كما تعرفون هو أقل ضرر من الشامبو العادي، يعني لا يكون مليء بالمكونات الكيماوية. ثم نخلط جيدا. إذن الخطوة التالية هو أني سأضعه في قارورة للاحتفاظ به طبعا حتى يسهل استعماله. إذن القارورة، وسنحتاج إلى قمح، وسأقوم بوضعه بهذا الشكل. إذن هذا هو الشامبو الذي حصلنا عليه. إذن هذا الشامبو رائع جدا في التخلص من القشرة، كما أنه لطيف على البشرة ولا يؤذيها بتاتا عكس الشامبوهات يعني الكيماوية. أتمنى أن تكون الوصفة قد نالت إعجابكم ونالت استحسانكم. زوروا موقعنا مفتاح الحياة وكذلك صفحتنا على الفيسبوك، وإن كان لديكم أي استفسار أو تريدون المزيد من الشروحات لا تترددوا في ترك تعليق، وإلى اللقاء في وصفات قادمة ومجربة.